اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج انجي والناس احنا احنا النهارده بنتكلم عن موضوع شاغل كل الناس وهو المخدرات والادمان ما زلنا بنتكلم عن هذا الموضوع لانه اصبح وباء بيهدد جيل من الشباب النهارده كان لنا الاسبقيه على قناه الصحه والجمال علشان نتكلم عن الموضوع ده مع المستشار الدكتور محمد سعيد مديان اهلا أهل وسهلا أهل يا نورت البرنامج والقناه المشاهدين كلهم طبعا احنا عاوزين نعرف اه ايه هو ايه هي المخدرات تعريف المخدرات وليه الشباب بتخش في المخدرات وازاي نقدر نطلعهم من الادمان ونظرة المجتمع والله يعني في حاجات كتير قوي اسئلة كتيرة جدا احنا عاوزين حضرتك النهارده تساعدنا وتعرفنا ما هي المخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولاً أحب أشكر حضرتك على موضوع الحلقة لأنه من ضمن الموضوعات الكتير اللي بتشغل فعلاً المجتمع المصري. أولاً نبدأ بأول حاجة إيه هو تعريف المخدرات؟ المخدرات هي أي مادة بتزهب العقل أو أي مادة بتؤثر على استخدام الإنسان لحواسه. المخدرات عندنا شرعها القانون او القانون درجها تحت ثلاث بنود في مواد مخدره منبهه في مواد مخدره مهدئه وفي مواد مخدره مهلوسه ايه الفرق طبعاً. بين كل واحده من الثلاثه اول حاجه المواد المخدره اللي هي بتندرج تحت بند المنبهات دي بتقوم بعمل افراز مواد معينه في المخ هذه المواد بتقوم بعمل نشاط كامل للجسم في خلال مده زمنيه بسيطه الماده دي مع مرور الوقت بتبدا تفقد اهميتها او بيبدا الجسم بيقف عن افراز هذه الماده ما بيقدرش يفرزها الا لما انت بتاخد الجرعه يعني في فرق في خدرها. المخدرات في فرق طبعا ده حتى المخدرات نفسها في م. مخدرات ماديه او طبيعيه وفي طيب. مخدرات تخليقيه م. بس احنا طبعا عشان نشرح الفرق بين الاثنين ده هيحتاج حلقات كتير طيب يا دكتور احنا كنا عاوزين نعرف اسباب ادمان المواد المخدره اسباب ادمان المواد المخدره اول واحد ده بيرجع لعامل اساسي اللي هو عامل الاسره, الأسرة. لما بيحصل فيه ان الطفل اثناء تنشئته الفتره م. ما بين الطفوله لسن المراهقه بيحصل الكثير من التغيرات الجسديه والنفسيه والعقليه بالنسبه للطفل هو طفل وطالع على مرحله جديده هو ما يعرفش عنها حاجه بيبقى هنا واجب الاهل ان هم يقوموا بالارشاد الصحيح ليه بمتابعته بمتابعه سلوكه الدراسي بمتابعه الاصدقاء اللي هو يعني الاصدقاء بتوعه او معارفه في بقى معظم الاسر دلوقتي ما بقاش فيه تواصل بين الأسرة، الترابط الأسري اللي كان أيوه. موجود قبل كده في المجتمع أيوه. المصري، إحنا كنا مجتمع مشهور أيوه. بإن إحنا عندنا ترابط أسري. في ترابط دلوقتي ما الأسر. بقاش فيه الترابط ده، مم. دلوقتي تلاقي كل واحد في البيت الأب والأم والأبناء كل واحد فيهم ماسك التليفون كل واحد فيهم في دنيا تانية، مم. الأم ما تعرفش الأولاد بيعملوا إيه، الأب نفس النظام كل مهمته إن هو بيسعى على أكل العيش أيوه. من غير ما بيبص لسلوك الطفل إيه أو من غير ما بيبص للسلوك بتاع المراهق. فبالتالي بيتم اصطحابه من قبل الصحبه السيئه اللي هو ممكن يمشي معاها أيوة. وبيبدا بقى يندرج في سكه الادمان والمخدرات وده بياثر على إيه؟ المجتمع آه. بسبب م. ان هو بيبقى عنده ضغوط نفسيه م. في عدم تواصل ما بينه وما بين الاهل تمام. في اسباب كتير جدا بتسبب ان الطفل او المراهق بيخش في سكه المخدرات وبيستمر فيها م. فالواجب بتاع الاسره ان هي يبقى فيها ترابط ان يبقى الاسره كلها عارفه كل واحد بيعمل ايه فنيجي لما الشاب بيخش في سكه المخدرات هو اولا بيضر نفسه بيضر اسرته بيضر المجتمع المحيط بيه فبالتالي هو هنا الفرد او عائق الادمان نفسه ما بقاش على الفرد نفسه هو بقى بي يعني بيسعى المجتمع كله ليه لان بيأثر في دراسته بيأثر في شغله بيأثر في الترابط مع الاسره نفسها ممكن يلجأ في بعض الاحيان لان هو لو ما زودش الجرعه المعتاده بتاعته لان الجرعه لازم بيزودها تدريجي. لأن كل مرة الجرعة بتفقد أثرها فالجسم بيحتاج والمخ نفسه بيحتاج أن أنت تعيد تقييم أو تعيد زيادة نسبة أيوة. المواد المخدرة فبالتالي ممكن يلجأ مثلاً أن هو يسرق أيوة. ممكن يلجأ أن هو فلوسه كلها أو أي حاجة غالية استوسلين عنده ان هو يباح عشان خاطر يقدر يكفي مستلزماته من الادمان فبالتالي انا التاثير شمل الفرد شمل الاسره شمل المجتمع والمجتمع بيشمل بقى بلاد كتير يعني احنا لو جينا بصينا الاحصائيه تمت في سنه 2019 مم. في امريكا لقينا ان نسبه ادمان المخدرات او ان اللي بيموتوا اوفر او اللي هو من الافراط الزائد في الجرعه من مم. المواد المخدره بيتعدى 350 ألف شخص في السنه الواحده ده, ده بالنسبه لدوله واحده اللي هو معدل اكتر من معدل وفيات الحوادث بتاعت السيارات ايوه فبالتالي يعني مم. نسبه ادمان المخدرات زادت بطريقه يعني غير معقوله من قبل كده بسبب ان التواصل دلوقتي او وسائل التواصل الاجتماعي زي ما هي مفيده في بعض الاوقات هي بتضر في بعض الاوقات اكيد طب يا دكتور حضرتك شايف نعالج الادمان ازاي يعني احنا بيجيلنا كتير قوي اسئله الاسره عاجزه انها تعالج اولادها تمام. طيب ايه اللي ممكن نقول للساده المشاهدين يعالجوا اولادهم ازاي هي دي بتبدا الاول من نظره المجتمع للمدمن ايوه المجتمع دلوقتي بيبص للمدمن نظره نظره احتقار او نظره تقليل من الشان او تقليل تمام. من الذات رغم ان ممكن مرفوضة. يبقى المدمن ده احنا مش هندافع عنه ومش هنهاجمه. المدمن ده في بعض الاوقات م. بيبقى تم الالتجاء او ان هو لجا للادمان نتيجه الضغوط اللي موجوده عليه لكن الضغوط دي هي اه مش يعني هي مش سبب كافي ان هو يلتجئ للادمان أيوة بس ده من ضمن العوامل المسببه في كده يبقى أيوة احنا الاول نبدا نشوف ايه سبب اتجاهه للادمان بعد كده نقدر نحدد ايه هي الطرق اللي احنا نقدر بيها نوقف نوقف الادمان ده او نبدا بيها نعالج الادمان زي محاولات الدوله آه المصريه طبعا ان هي حملات طبعاً آه الحملات بتاعه آه الادمان زيادة اللي شارك فيها طبعا اللي شارك فيها نجوم أيوة كتير وبعد كده بقى بتبدا الدوله تتجه لموضوع ان هي انشاء مصحات لعلاج الادمان واعاده تاهيل المدمنين ان ازاي يستفيدوا من المدمن بالزبط. بعد علاجه المشكله بتقع في موضوع مراكز هو مريض المراكز. مش مجرم لا هو مريض, مريض طبعا وهو مش, مش مجرم, مجرم. أيوه. مش في كل الاوقات ده اللي احنا عايزين نوصله للناس برده مش في كل الاوقات هو مريض ايوه هو مريض لو كان اللي التجا له كده او ان السبب فيه كده بسبب الضغوط اللي هو عنده بسبب عدم تفاهم في الأسرة بسبب أسباب كتير قوي. أيه. هو ضحية بالضبط هو ضحية للمجتمع أيه؟ وضحية للأسرة أيه. لكن ده برضو مش مبرر إن هو حكي. يلجأ للسكة دي يعني ما يبقاش مثلا أي شاب من الشباب عنده ضغوطات في الشغل في البيت في الأسرة على طول يبقى أول حل ليه إن هو يروح يدمن لا يعني... الإدمان ده بيبقى نتيجة الصحبة السيئة مم. بيبقى نتيجة حلول غير مشروعة أو حلول مؤقتة هي بتفاقم المشكلات أكتر هو السعي نفسه للمشكله ان انت تحل اساس المشكله، المفروض آه. نحل اساس المشكله حضرتك عامل دكتوراه عن تقليل عن عقوبه السجن ومدى تأثيرها على المجتمع تمام وهل هي عقوبه مفيده وعقوبه رادعه ولا هل هي عقوبه بتضر المجتمع طيب. كله؟ ده كويس بس قوي. دي طبعا هتحتاج احنا يعني مجال كبير عاوزين المشكلة. نسال حضرتك سؤال حضرتك شايف ان المدمن المفروض يخش السجن؟ لا المدمن يعني انا من وجهه نظري الشخصيه ان المدمن فاول مرة بيتم مثلا ان هو اتمسك كتعاطي تمام مم. اول مرة دي يتم فيها توجيه زي انذار ليه ويتم عمل كشوفات دورية كل ثلاث شهور أيوة. للتأكد هل هو فعلا أقلع عن الإدمان ولا هل هو ما زال مدمن؟ لو هو ما زال مدمن في الحالة دي بقى الدولة من حقها إن هي تاخد حق المجتمع تمام. حق المجتمع في إيه في إن هو مم. يتحبس لكن أوه. لو عملنا أول تحليل وتاني تحليل وتالت تحليل لقينا إن هو ما زال على ان هو مبطل الادمان مم. او مبطل المخدرات الدوله من حقها او المجتمع يديله فرصه تانية أيوة. احنا ما نعرفش الاسباب ايه اللي خليته التجا لكده فاحنا كله. مش هناخد الكل مم. او مش هناخد الجزء بذنب الكل او بالزبط. مش هناخد الكل بذنب الجزء يخش السجن وحياته دي دخول السجن في حد ذاته هو بيتعامل مع كافه انواع اشكال الاجرام الثانيه فبدل ما هو كان داخل السجن تمام. في قضيه مثلا تعاطي أيوة. هيخرج من السجن عنده خبرات اجراميه كتير بالزبط. سواء في السرقه سواء في القتل سواء في التزوير سواء في النصب فموضوع السجن بالنسبه متعوطي. للمدمنين ايوه ويقعد مع مش تجار مش مخدرات مش عقوبه بالظبط هو مم. مش عقوبه هو يعني في الحل ليها ان هو يتم الاول علاجه وان الدوله أيوة. توجه او تزود الوعي باخطار الادمان وان في مراكز لاعاده التاهيل ايوه الموضوع ده هيلاقي ناس كتير جدا مم. مدمنه وراحت ان هي عشان تتعالج من الادمان يعني حضرتك شايف ان عقوبه الادمان تبقى مصحه الاول يتعالج مصحة طبعا يتعالج لازم آه ياخد فرصته الاول في الحق في العلاج وبعد كده لو هو استغنى عن حقه ده من حق الدوله ان هي تستخدم حقها ان آه هي تاخد حق المجتمع في الجرم اللي هو عمله في حق المجتمع وفي حق نفسه اكيد حضرتك رايك ايه في المصحات اللي هي معموله دلوقتي في في اماكن كتير يعني بدون ذكر اسماء او اماكن آه وشايف ان المصحة دي بتتعمل من اشخاص آه غير معلومة ولا هو دكتور ولا اي حاجة ومش تحت رعاية الدولة وبدون آه اي تصريح او اي ترخيص المصحات دي عقوبتها ايه ولو حد عاوز يمشي في الطريق السليم ويعمل مصحة لعلاج الادمان ايه الورق اللي ممكن مطلوب او ازاي ان هو يمشي في الطريق الصح السليم هو بالنسبة لموضوع المصحات أو, أو الهيئات اللي بتعالج الإدمان دي منصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 51 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2006 اللي هو آخر تعديل تم في القانون أي. أول مادة في القانون ذكرت لي إيه هي المنشآت الطبية لأن القانون ده خاص بإنشاء أي. المنشآت الطبية المنشآت الطبية هو كل مكان يعالج أو يعالج أو يمرض اي نوع من انواع المرض. تمام اللي هو بيندرج فيها معامل التحاليل، العيادات الخاصة، المستشفيات الخاصة، مصحات علاج الادمان، الحاجات دي كلها بتندرج تحت القانون ده. تمام. بنيجي في الورق او الاجراءات اللي بيتم اتباعها عشان خاطر نطلع الورق او الترخيص للمصحة نفسها او هم. لمكافحة الادمان. اول حاجة بيجيب شهادة ان هو طبيب مصري ومسجل في نقابة الاطباء, الأطباء. لان لازم تم. اللي ينشئ مصحه لعلاج الادمان يبقى طبيب وطبيب أكيد. مسجل في نقابه الاطباء م. هو اكيد بس اللي بيحصل اليومين دول أيوة. ان في بعض المدمنين اللي تم اللي تم اعاده تأهيله مره تانية هم. بيستسهلوا الموضوع وفاكرين ان هو طالما هم حاله او حالتين وان هم خلاص اتعالجوا فهم خلاص كده يقدروا بالتالي يزاولوا النشاط لا طبعا لا ده كل واحد الموضوع ده بيختلف أيه. حسب نوع الماده المخدره طبيع. حسب الكميه اللي الشخص كان بيتعاطاها حسب المده اللي هو تعطاها بيتم فيها بقى يعني بيتم اه عمل برنامج اه. تاهيل علاجي ليه فلازم اللي يعمل البرنامج ده واللي يحط اه. البرنامج ده اه. يبقى طبيب مختص بكده يعني المصحات دي المفروض انها تبقى تحت رعايه الدوله طبعا لازم تبقى تحت رعايه من وزارة, وزاره الصحه ووزاره الداخليه وزارة الداخليه عشان خاطر تشوف هل في مخالفات تمت موجوده أيوة. في قلب المصحه ولا لا م. بيتم الاشراف عليها لان وزاره الداخليه هي هي الجهه المنوط بيها تنفيذ القانون فتنزل لجان تشرف على المصحات دي بتبقى لجنه مشكله من مركز الصحه النفسيه أه. ومن وزاره الصحه ومن مم. وزاره الداخليه في حاله الاخلال بجزء او مم. بكل القواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخليه أيوة. لقانون انشاء انشاء الاماكن الطبيه بيتم ساعتها اول مره بيتم انذار المخالف لمده 30 يوم في خلال ال 30 يوم دول لو ما عملش او لو ما غيرش الحاجه المخالفه اللي عنده بيتم مم. بعد كده تحويل القضيه للقاضي المختص كويس جدا والمواد من اول مواد 14 لحد مواد 17 السبعة... لحد الماده 17 في القانون اللي احنا قلنا عليه بتحدد العقوبات بتبدا من اول سنه وقد تصل لحد خمس سنين والغرامه تبدا من ألف جنيه وتوصل ل ألف جنيه ايوه لازم يكون في مراقبه تمام ده لازم ده شيء أوه. اساسي أوه. ولو في دكتور جه وادى حد اسمه يشتغل من خلاله وان الشخص ده ما القواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية الطبيب نفسه بيتم سجنه لمدة قد تصل لخمس سنين مع إغلاق إغلاق تم للمنشأة وفي نفس الوقت الدكتور ده اسمه بيتشطب من سجلات من سجلات نقابة الأطباء نظرا طبعا لخطورة الموضوع لأن في بعض المصحات اللي بتبقى شغالة من غير ترخيص بتستخدم ده في الترويج للمواد المخدرة ذات نفسها تحت بند إن احنا بنعالج إدمان المخدرات تمام طيب الموضوع ده بيؤثر اكتر وبيزود اكتر المشكله في تفاقم الادمان اكيد حضرتك شايف يا دكتور دلوقتي ان تاجر المخدرات بيخش يقعد ثلاث سنين خمس سنين يعني مده قليله وبيطلع عفو وبيطلع تاني يتاجر احنا عاوزين قانون رادع لتجار المخدرات عشان يخافوا لان هم بيموتوا الالاف والالاف من الشباب شباب مصر احنا عندك قانون المخدرات اللي هو رقم 183 لسنه 1960، القانون حط كل الجرايم المتعلقه بالمخدرات. ابتداء من اول التعاطي والحيازه بدون قصد من القصود المسماه وقصد الاتجار وقصد الجلب والتصدير وقصد التصنيع. والمشرع وضع لكل واحده من دول او لكل حاله من دول العقوبه المتناسبه معها يعني مثلا عقوبه التصنيع او الجلب او التصدير المشرع وصلها لحد إعدام، إلى حد أيوة. الإعدام، لإن إحنا دي البؤرة أيوة. الأساسية، البؤرة الأساسية اللي هو بيصنع أو بيصدر أو تمام. بيستورد. تمام بتنزل بقى بعد كده للدرجة اللي بعدها التاجر، م. التاجر اللي هو أقل شوية في المكانة، م. القانون وصل العقوبة بتاعته من أول 15 سنة لحد مؤبد، م. يعني من حق القاضي أن هو يحكم عليه بمؤبد، ومن حق القاضي أن هو يحكم عليه ب 15 سنة طبقاً لنص المادة 17، أن هو ينزل بالعقوبة درجة. نيجي للمرحلة اللي بعدها اللي هو حاز بدون قصد من القصود المسماه يعني ايه؟ يعني هو معاه المخدرات لكن لا بقصد الاتجار ولا بقصد التعاطي اللي هو احنا بنطلق عليها في العرف عندنا المخزنجي او اللي هو بيحرز الحاجة اللي هو بيبيع ولا هو في نفس الوقت بيتعاطى طب ده ايه؟ ده هو قصد اسمه كده في القانون ها اسمه ها بدون ها قصد من القصد وده بيعاقب ده عقوبته بتوصل ل 10 سنين Yeah. بتبدأ من سنة وتصل لمدة عشر سنين بحالها oh. نيجي بقى بعد oh, كده يتزن. للمرتبة الأخف mm. اللي احنا بنتكلم فيها أو موضوع الحلقة اللي هو المتعاطي المتعاطي بتبدأ السجن من أول سنة لحد ثلاث mm. سنين اللي هو احنا بقى القانون حالياً بيتعدل أو هيتعدل ياريت. قدام مجلس الشعب mm. اللي هو لسه هيبدأ دورته mm. البرلمانية الجديدة أيوه. وهيبقى فيه زي نظام إن المتعاطي ده ياخد في الأول زي إنذار عشان خاطر ما ندخلوش في في الوباء نفسه في حضرتك السجن حضرتك رايك كده برضو أنا موافق على ده طبعا لان ده الراي طبعاً. الاصح احنا نديله في الاول انذار بعد الانذار ده لو فضل في نفس الطريق بتاع الادمان بتاعه يتم سجنه ايا كان أعتقد ان, كانت إن القانون ده اتكلم عليه قبل كده المستشار الدكتور سعيد مديان آه آه الله يعني. يرحمه الله آه والد حضرتك اكيد طبعا وهو استاذ كبير في القانون واتكلم قبل كده في ان برضو المدمن مريض مش مجرم اكيد طبعا وانه يعني ما ينفعش ان هو يتسجن والمجتمع المفروض يحتوي المدمن اكتر من كده اكيد يعني انا طبعا والدي دكتور سعيد مدن عليه رحمه الله طبعا اللي هو الفضل بعد ربنا في المعلومات اللي عندي وفي اللي انا وصلت تناول الموضوع ده في اكتر من مره وشدد اكتر بالذات على ان دور الاب في الاسره ايوه بالذات اذا كانت الـ يعني اللي موجودين اولاد اثر دكتور بيأثر سعيد طبعا اثر في شخصيه حضرتك طبعاً أكيد طبعاً حضرتك مثال لكل شباب مصر مثال جي جيد لان و... هو في الاول وفي الاخر الاب هو المتحكم في الموضوع أيوكي. في ابهات كتير قوي أو, او بنسبه 90% من الابهات في الشعب المصري بيتعامل مع ابنه ان هو اداه او اله اللي هو تعمل كذا وما تعملش كذا، أيوه. بيطلع الابن على طريق هو اللي بيختارهوله بدون ها. بدون النظر اذا كان صح. الطفل او الشاب الطريق ده فعلا هو اللي هيقدر يسلكه ولا لا، اه. لكن انا طبعا انا والدي طبعا يعني بصفته كان معلمي الاول والاخير أيوه. هو كان قبل ما يبقى والدي هو كان صديقي، كانت العلاقه بيننا وبين بعض علاقه اصدقاء هم. ان انت بيبقى في وجهات نظر، انت بتتناقش مع والدك او والدك بيتناقش معاك في اي قرار يعني الاحتواء تاخده طبعا الاحتواء من ده الاسره ده الاسره ده علاج الادمان هو مش علاج الادمان لوحده كمان يعني هو علاج اكتر من 90% من المشاكل اللي موجوده في الشعب المصري مم. علاج الادمان علاج التحرش آه، التزوير آه، النظر. دي نقطة كل القيم عم. كل القيم بتطلع من الاسره المصريه صح. بيبقى بنسبه 50% على الاسره وال50% الثانيه بناء على الخبرات المكتسبه آه. للفرد في المجتمع م. فكل ما كانت الاسره المحيطه بالطفل او بالشاب او بالراجل كل ما كانت بيئه صحيه اكتر وبيسودها التقاليد والاخلاق والعادات كل ما بيطلع إلى سليمه طبعا دور الاسره دور عظيم كل ما كانت الاسره متفككه كل ما كانت البيئه فيها جزء من الانحلال كل ما طبعًا. بيطلع الشاب لكل صح. بقى العادات والوسائل السيئة الثانيه اللي هي بتبوظ الفرد وبتبوظ الاسره ومن بعدها بتبوظ المجتمع ككل ايوه حضرتك ممكن تقول ايه لكل اب وام ازاي يعالجوا اولادهم لو عندهم شاب او شابه مدمن او مدمنه ازاي يعالجوهم؟ والله هي دي بتبدا من الاول آه. ان يبقى في تفاهم ما بين الاب والام الأول. على الطريقه الصحيحه لتربيه الطفل طبعًا. ان انت تربيه على السلوكيات السلوكيات الفاضله والسلوكيات اللي طول عمرها موجودة آه. عند الشعب المصري آه. إحنا طول عمرنا معروفين بالأصول ومعروفين بالعادات والتقاليد اللي إحنا بنفتخر بيها قدام دول العالم كلها آه. فالحل إن الأب والأم هما اللي يبدأوا من نفسهم يبقى سلوكهم قدام الطفل سلوك حسن لكن ما يجيش مثلا يبقى الاب والام طول النهار والليل في خناقات قدام الاطفال وده يعمل والام تعمل واب يعمل وده يعمل وتيجي انت عايز في الاخر تطلع الطفل على تنشئه سليمه وتطلع ان هو متعلم الصدق وانت كاب في حد ذاتك ممكن يبقى حد بيتصل بيك في التليفون تقول له خد يا حبيبي رد على العم وقول له بابا شعلا. مش موجود م. لما انت قدامه بتعمل سلوكيات خاطئه ما تجيش في الاخر تلوم عليه ان هو بيعمل نفس السلوكيات دي م. اذا كان الاب والام نفسهم هيبداوا الحياه الاسريه ما بينهم إن هما هيقدروا يربوا جيل ويطلعوا جيل للمجتمع، جيل صالح للمجتمع، يقدر يفيد مجتمع ويفيد الدولة ويفيد العالم كله كمان، أيوة. هتبقى الأسرة المصرية هتبقى في ترابط، هم. والأسرة طول ما هي في ترابط، طول ما المجتمع في ترابط، ولما المجتمع يبقى في ترابط هنلاقي نسبة الجريمة سواء في الإدمان قلت. أو سواء في بقية الجرائم كلها اللي بتليها وبتنتج برضو عن النشأة نفسها، كل المشاكل دي هتتحل يعني الإدمان هو سبب كل المشاكل اللي موجودة في حياتنا الاسره بتضر وبتضر جميل. الاسره هي اللي بتطلع المدمن مم. والاسره في الاخر هي اللي بتتضر من المدمن ايوه طبعا بتضر من كافه الجهاب بتتضر ان هيبقى في تفكك اسري مم. هيبقى فيه عجز في عجز في الاسره نفسها من حيث الظروف الماديه مم. هيبقى في عجز في الدراسه هيبقى في تاثير كبير في الدراسه هيبقى في تاثير كبير في العمل فكل الحاجات دي هتاثر على المجتمع ككل فلما انا عندي ابني الاساس سليم هيفضل الباقي كله سليم لكن لما يبقى عندنا الاساس نفسه طالع مش مظبوط فبالتالي انا مش هنتظر من الجيل اللي قادم ان هو يطلع جيل سوي من تلقاء نفسه ما انت برضه عشان تبقى انت بتيجي تعيب على الشباب ان هم للادمان انت حللهم في الاول المشاكل اللي عندهم انت حلل التفكك الاسر الموجود وبالتالي تسال الشاب انت ليه التجات لسكه الادمان او انت ليه بتخش للحاجات اللي انت بتعملها ايا إن كان بقى بقيه الجرائم المترتبه على كده فاحنا نحل الاساس كل اللي هيطلع عليه بعد كده هيبقى أساس سليم يعني حضرتك شايف إن المدمن سهل جدا إنه يتعالج وكمان الدولة ممكن تستفيد من المدمن يبقى شخص منتج بعد كده أكيد طبعا إن المدمن ده هيجي في يوم من الأيام لو هو أتعالج من الإدمان ده هو هيبدأ ينصح غيره هيبدأ لما يشوف واحد مدمن ويشوف نفسه ويفتكر نفسه لما كان في الوقت ده مدمن ويشوف نفسه دلوقتي هو فرد صالح في المجتمع لنفسه وللمجتمع وللدوله ككل او كمجتمع ككل هو اللي هيبدأ يحس الناس ان هما يلتجئوا للعلاج من الادمان فبالتالي لما انا يبقى عندي شخص فاسد وانا حولته كدوله او حاولته كمجتمع لشخص منتج للمجتمع هيبدا يجر معاه بقيه الاشخاص اللي كانوا في السكه اللي هو كان فيها لان الحسن بيجر السيء معاه والسيء بيجر الحسن معاه فاحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نزود مراكز تاهيل الادمان بس هي بيقابلها كثير من المشاكل من حيث ان التكاليف بتاعت انشائها بتبقى مكلفه جدا على الدكتور اللي هيعملها فبالتالي بيضطر يرفع سعر العلاج فالطبقه كبيره جدا من الشعب مش هتقدر على مش هتقدر على الماده نفسها او مش هتقدر على بالظبط مش هتقدر على تكاليف الادمان فهيقول لك انا كمدمن أوه انا هيبقى ارخص لي ان انا افضل مدمن على ان انا اتعالج فلو الدوله من نفسها بقى تبدا ان هي تقنن الموضوع ده وان الدوله نفسها تدعم موضوع ياريت انشاء مراكز الادمان والتكلفة بتاعته كل ما هالتكلفة هتقل على الدولة، كل ما الموضوع ده هيزود نسب الناس اللي هتروح تتعالج من الإدمان، يعني الدولة فعلا. المفروض تعالج مرحلة الإدمان زيه بالظبط زي التموين، زيه زي أي حاجة أساسية في الدولة، لأن المدمنين دول هم أفراد من المجتمع وعصب من المجتمع، ليه المجتمع يسيبهم وهم مدمنين لما في ممكن لما ممكن أيوة. أن هو يستفيد بيهم كأشخاص صالحة، إحنا أيوة. نحول الناس دي لأشخاص صالحة للمجتمع وللدولة. فعلاً إيه وكمان آه نظره المجتمع لازم تتغير للمدمن اكيد طبعا يعني احنا من ضمن المشاكل اللي المدمن بيخش فيها ان الاب والام ما بيراعوش الظروف النفسيه للطفل هم عندهم بالنسبه للطفل طالما هو من الناحيه الجسديه سليم ما أوه. بيبصوش للناحيه النفسيه او لا يعترفوا بالمشاكل النفسيه أوه. ودي حاجه احنا معظم الاسر المصريه تربت عليها أيه. لما نبدا نعترف بوجود مشاكل نفسيه أوه. وان المشاكل النفسيه دي تأثيرها على الإنسان نفسه أكبر بمئة مرة من المشاكل الجسدية هنبدأ ساعتها نظرتنا للمدمن هتتغير لأن هنعرف أن المدمن ده في حاجة نفسية عنده هي اللي وصلته لطريق الإدمان فلما نقدر نعالج المشكله النفسيه دي في حد ذاتها من الاول هنقدر بعد كده نعالج الناحيه الجسديه لان الادمان بيعتمد اولا على الناحيه النفسيه ثم الناحيه الجسديه لو قدرنا نعالج الناحيه النفسيه هيبقى بالنسبه لنا سهل جدا ان احنا نعالج الناحيه الجسديه لان طالما النفسيه كويسه والنفسيه مرتاحه هيرتاح معاها الجسد فهيبقى تلقي العلاج وان هو عنده سهوله في كده هتبقى افضل بمليون طبعاً مره طبعا الحلقه دي شيقه جدا واحنا قدامنا دقيقه حضرتك ممكن تختم الحلقه دي تقول ايه لاي مدمن مشي في طريق عاوزين احنا بقى نرجعه من الطريق ده تاني حضرتك تنصحه بايه انصحه ان طريق الادمان ده نهايته في الاخر بتبقى حاجه من اتنين يا السجن يا قدر الله الموت وطريق الإجم... وطريق الادمان ده لو هو كان بيعالج مشاكل نفسيه مؤقته فهو ليس حل دائم للمشاكل هو لو انا كنت هعالج دلوقتي مشكله انا كده بسكنها أنا ما بعالجش المشكلة، زي لما يبقى الواحد بالظبط درس وجعه فبيضطر ياخد مسكن، في حين إن هو ممكن يروح لدكتور السنان هو هيبقى عنده الدواء، أنت بتاخد مسكن عشان يسكنك لفترة زمنية، طمع. أنت بعد كده بتبدأ تتعود على المسكن ده وبتسيب المشكلة الأساسية، طمع. فترجع لمشكلتك الأساسية بقى اللي هي إيه؟ إن أنت بتعالج نفسك من المسكن، وده اللي إحنا مش وده ومش ده اللي إحنا عايزينه في الآخر، آه. إحنا عايزين في آه. الآخر ان يبقى المجتمع كله مجتمع مترابط م. مجتمع صحي أيوة. كل فرد فينا يفيد نفسه يفيد المجتمع وده في الاخر طالما انت فدت نفسك وفدت المجتمع انت هترضى ربنا في الاول وفي الاخر أيوة لكن حاجة. طريق الادمان بيوصل لمشاكل كتير جدا محتاجة حلقات كتير جدا. عشان إن شاء الله. نحكي عنها. بإذن الله. آه بإذن الله. تشرفنا يعني إن, شاء إن شاء الله يا فندم. مزيد من الحلقات التانية. بإذن وإحنا ده. بجد استفدنا كتير قوي من حضرتك النهاردة وأتمنى يا تكون الحلقة أفادت جميع المشاهدين. يا رب نتمنى. و... يا رب وإن, نتمنى وإن نتمنى شاء إن شاء الله, الله وتوعدنا هتكون معانا في حلقات تانية. طبعا إن شاء الله. في برنامج إنجي والناس على قناة الصحة والجمال إن شاء الله. أعزائي المشاهدين أتمنى أن يكونوا استفدتوا النهاردة في الكلام اللي قاله المستشار الدكتور محمد سعيد مزين إن شاء الله عن الإدمان وإن شاء الله الحلقة الجاية هنفيدكم أكتر في حاجات كتير خليكم معنا <applause>